On va commencer avec le singulier et le pluriel. Adna par exemple, Adna Anname. 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 Je connais rien d'exprimer le pluriel dialo. 7. Anname.7 لا ماشي دينامي ديزامي ديزامي صافي ديزامي هما الاصدقاء هنا الساد حيت الساد هنا درنا اس هنا نديرو اس يلا انامي ديزامي اذا انامي هي انامي الساد انامي هو الساد وديزامي انامي سانغيو لا بلوغي هنا هي سانغيو هنا بلوغي خليه هذا سانغولي لي سانغولي شنو نديرو فوق منا حرف اس ولي بلو و دي زامي بي نديرو هنا حرف بي صافي انا نشوف شي حاجه واحده اخرى عندنا لو مو لو كونسييرج لو كونسييرج شنو مقصد لو كونسييرج لو مو شكون اللي غادي يصوب نادي لو كونسيير لو كونسيير لو كونسيير بليز 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 نو داي لا ما يلحقش يصد سبعه شو كسبها غير تحسب كسبها تحسب منها ماشي مشكل كسبها غير تحسب هذيك اي ولادي او ار جي لي كونسييرج مازيا سدرجع على بلوغيال لا ساعتين واحدة سهلة حسن صافي سي مبارك علينا شي حاجة سهلة أخرى سي جديدة هي أوكان إليف وكان إلف شنو غتولي يلا ورينا هذا وعطينا شي حاجه واحده اخرى يلا نوض سد انا ما نسد شنو غتولي وكان إلف نوض سد انا ما عرفتش سد ان شاء الله وكان إلف شنو غتولي وكان إلف سانغوليف بلوغيال شنو غتولي ها دبر راسك عندنا وكان إلف وكان إلف خطأ ماشي دي زيل وكان خصك البلوغيل ديال اوكان وكان اليف لا يوجد اي تلميذ وكان اليف شنو هو الضد ديال لا يوجد كثير ديال وكان هي لا يوجد لا احد وكان ضد ديالها يوجد السد مود السد سامي السد ما عرفتش السد بالله دير عقلك قلت لا يوجد وما يوجد او كان الف شنو هذا الجمع ديالها هي بليزيور الف بليزيور الف او كان الف بليزيور الف بليزيور او كان لا يوجد اي تلميذ بليزيور الجمع ديالها شنو هو الجمع لا يوجد عدة تلاميذ الجمع ديالها هي عدة هي بليزيور الف الجمع هو المفرد الجمع ديال ما ميزون ما ما ميزون فاطمة زهرة نوضي ما ميزون الجمع ديال بلوغي هذيك سانغولي ما ميزون ديري لنا الجمع ديالها سد لا ميزون سد هي
سيرفات الزهراء لك عارف شوف في الجمع شوف والله صاحبي ما غتولي شي حاجه تابع معايا ماميزون الجمع هذه ما غتولي مي مي ميزون فهمنا ما شنو كتولي ما مي ميزون انا واحد اخر لازم صافي يلا كسبوا لنا هادشي هذا خذوا هذا انا نكتبوا لكم بالعربيه باش عارفوا شنو كتقول ايه باش الله يلا كتب انامي هو قلنا صديق سيت سانغولي اي بلوريال صديق هو المفرد مفرد والجمع المفرد والجمع صديق اصدقاء لو كونسييرج هو ديك العساس اللي كيكون عندنا اش كنسميوه اللي كيكون عندنا في الباب الحارس هو الحارس حارس العمارة بالضبط صافي حارس العمارة حساس لو كونسييرج هو حارس العمارة لي كونسييرج هي الجمع ديالها الجمع انتم راه تعرفوا ديروه من المفرد صافي وكان اليف لا يوجد اي تلميذ بليزيوغ إليف عدة تلاميذ بليزيوغ إليف ماميزو هي بيتي ماميزو هي بيتي ميميزو بيوتي لاسال هي قاعة لسال هي قاعات إن فوازين هي عندك حارس العمارة إن فوازين جارة فوازين هي جارة دي فوازين جارات دي فوازين لصال قاعة